بيكم مشاهدينا ورجعنا لكم، ودلوقتي الفقرة الرئيسية لطعم البيوت. والحقيقة ان الموضوع اللي احنا نتكلم فيه النهاردة هو موضوع مهم جدا، هو عن فكرة تنشئة أسرة سوية. ازاي ان انا اعمل أسرة سوية اكونها من عدد اطفال اقدر ان انا اديهم الرعاية والاهتمام والتربية المظبوطة. كمان هنفكر يعني وهنتكلم في حاجة مهمة جدا، اكيد لو عدد الأسرة مكون من 4 أو 5 بالكتير اكيد هيبقى احسن بكتير من عدد أسرة مكون من 10 ولا 12 فرد مطالب ان احنا نأكلهم ونشربهم ونعلمهم ونهتم بالرعاية الصحية ليهم ونديهم ونوفر لهم كل احتياجاتهم. هنتكلم كمان عن فكرة تحديد النسل، فرق سن الأطفال والتباعد بين الأطفال، السن المظبوط بيكون قد ايه علشان صحة الأم وصحة الطفل وتقدر الأم ان هي تدي الرعاية الصحية والمطلوبة لأطفالها. هيكون معايا النهاردة أستاذة هدى حمدي، وهي مدرب تنمية ذاتية ومرشد أسري وتربوي. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك. الحقيقة الموضوع اللي هنتكلم فيه النهاردة هو موضوع مهم جدا في تكوين عدد أسرة سوي للأطفال. إزاي أن أنا أبقى عندي أطفال أقدر أن أنا أديهم الرعاية المطلوبة، أديهم الإمكانيات الاقتصادية، أديهم التربية النفسية والصحية والاهتمام. موضوع ما بيبقاش سهل خالص، في الأخص لو عدد الأطفال بيبقى زيادة شوية، زائد كمان مفيش تباعد بشكل مظبوط بين الأطفال. فخلينا كده نبتدي في الأول خالص عن فكرة التباعد الصحي بين الأطفال، يعني المفروض فرق السن يبقى بين كل طفل وطفلة قد إيه عشان أقدر أديهم الاهتمام والرعاية الصحية، وكمان الست نفسها ما تبقاش مرهقة ولا حاسة دايما بضغط عصبي ونفسي على صحتها. طبعا أنا مبسوطة جدا الموضوع ده بنتطرق ليه، لأن الأمهات محتاجة فعلا نظرة، يعني إن إحنا مش دايما بنبقى عارفين حتى يعني مصلحتنا إحنا كبني آدمين، فساعات بنحتاج المختصين هما اللي يبدأوا يعني يقولوا لنا مثلا معلومات نبدأ نتبعها. وهنا هتكلم أكتر بصراحة عن الصحة النفسية كمان للأم وللأولاد، لأن في ساعات بيبقى العوامل اللي هي المادية متوفرة، صحيح. فده مش معناه أن أنا بدأ العوامل المادية متوفرة أن أنا يبقى عدد الأولاد كبير، فلا، في زي ما حضرتك قلتي وتفضلتي يعني في مقدرة في كفاءة معينة أقدر أقوم بيها، اهتمام بصحة الأولاد، في حاجات كتير أنا هنناقشها، بس فكرة أن أنا أبقى مستهلكة طول الوقت ماديا ومعنويا ده مش في صالح الأولاد أكيد. فده يعني بيرجع بيختلف طبعا من شخص للتاني، مفيش وصفة سحرية بنقدر نقولها لكل الناس أن هي تفصل بقد إيه أو أنه يبقى في يعني الفرق بين كل طفل والآخر. بتعتمد على قدرات كل شخص وموارده، هل هو عنده يعني ماديا معنويا يقدر يعني يغطي كم طفل، يقدر هي كأم مثلا معناها هي العامل الأساسي حجر الأساس في البيت، هي تقدر تشتغل على نفسها ازاي، تقدر تطور مهاراتها ازاي، هتنزل الشغل مش هتنزل، هل هي ماديا مرتاحة ولا لازم وقتها هتديره ازاي. فكل دي عوامل لازم احطها في الحسبان وانا بفكر وبعمل بلان، زي ما بعمل بلان لأي حاجة في حياتي. الخطة اللي أنا بعملها عادة بندخل كده في الجواز يعني مش زي عارفين أي حاجة بقى هنكمل ازاي بالزبط. إيه اللي هيحصل بعد كده، احنا دخلنا وخلاص. طيب أنا عايزة بقى أتكلم عن حاجة مهمة جدا. طيب هل مثلا فرق التباعد، أوقات يقولك إيه جيبيهم ورا بعض وخلصي والفرق يبقى قليل، وتلاقي حرام هي سنة والتانية على طول رحت حامل على طول، مفيش فرق، مفيش، هي مرتحتش، هي ما خدتش وقتها من الراحة، بس تقولك عشان فرق السن ده ما بينهم يبقوا يكبروا مع بعض وأخلص. وفي ناس تانية لا بتفكر أنا هزبط إمكانياتي المادية، أنا هزبط حياتي نفسيا الأول، لو في خطوات مهمة عايزة أعملها في الشغل وأرجع للشغل وبعدين أبقى أرجع تاني أجيب الطفل تاني. هنا بقى ممكن نقول منين أقدر أحدد الصح قد إيه فرق السن بين الأطفال؟ بالضبط، يعني النقطة دي مهمة جدا. أنا عندي معطيات، أنا في حياتي إيه لازم أقعد الأول وأخطط. أول صحيح. حاجة في حياتي أنا لو أنا نازلة هركب عربيتي ومشيت انا رايحه فين، يعني مفيش جي بي اس، مفيش بلان، انا رايحه فين، فانا اول حاجه انا رايحه على فين. فزي ما حضرتك اتفضلتي وقلتي لازم ارتب اولوياتي. طيب. هل انا في بيئه عمل هنزل اشتغل، هل في ايه دلوقتي هعمله، طيب لو هانجب طفل هل انا هصرف عليه ولا في حاجه بتساعدني ولا الزوج وضعه ايه. فانا في حواليا معطيات ببدا احطها قدامي قبل ما اخد الخطوه وافكر انا هانجب قد ايه وفرق قد ايه. لكن مفيش خطه ثابته لكل الناس تقدر تمشي عليها. بس الاكيد في علم النفس اللي درسناه وكمان علم النفس النمو بيقول ان في مرحله سنيه لازم كل طفل بيعدي بيها عنده في خصائص معينه واحتياجات معينه لازم ياخدها. فهو لو ما خدش الاحتياجات دي في الوقت ده بتبدا تظهر الاضطرابات. فلو انا عارفه ان انا مش هقدر ادي له احتياجاته دي لو الاطفال قريبين من بعض، لازم اخد بالي جدا جدا النقطه دي، لان هي دي اللي بتعمل اضطرابات ومشاكل سلوكيه كتير انا بقابلها بعد كده في الاستشارات. ان الاولاد ورا بعض فكل واحد عايز حاجه
غير ما فيش وعي بقى، انا ما لحقتش اصلا ادرس، ما خدش الاهتمام الكافي، ما خدش الوقت الكافي. يعني الفكره على فكره مش بس امكانيات ماديه، هو اهتمام من وقت، اهتمام من حنان، اهتمام في ان انا بشوف الطفل ده هيطلع عامل ازاي، ايه الحاجات اللي انا هاهلها له بعد كده عشان يقدر يبقى طفل سوي نفسيا واجتماعيا ودراسيا. طيب خلينا نقول بقى، هل مثلا فرق 3 سنين 4 سنين 5 سنين، ولا كلام حضرتك ده معناه ان كل اسره تشوف الاحتياجات وتشوف البلان بتاعتها او الخطه بتاعتها ايه وتبتدي ان هي تتصرف على اساسها؟ هو كل اسره بتشوف البلان وبتشوف المعطيات زي ما قلت لحضرتك، وتشوف قدراتها ايه وكفاءات الموجوده. يعني انا هل انا محتاجه مثلا اخد كورسات معينه، محتاجه اشتغل على نفسي، ان اطور انا مهاراتي؟ عشان عاده المشكله اللي بقابلها دلوقتي ان الامومه، يعني هي انا حتى كنت قرات في كتاب مقوله حلوه قوي، استعدي لاصعب واهم وظيفة على الإطلاق. كان كتاب مهم جدا بيقول الأسرار السبعة للتربية المثالية، حتى أنا هنقولها في آخر الحلقة على الأسرار للتربية المثالية. فهي دي وظيفة محتاجين نستعد ليها، يعني من أول 4 سنين نبدأ نقول تمام، لأن في احتياجات للطفل الصغير، الأطفال اللي هي بنسميها الطفولة المبكرة. ده بيبقى فيه يعني بياخد وقت ومجهود كبير، بدني ونفسي كبير جدا. واختلاف الطفل الأول عن الطفل الثاني بتفرق، لأن الطفل الأول الأم ممكن ما تكونش جاهزة قوي، فمحتاجة هتجرب في الاولاني، ما ينفعش كمان اروح لحقاب واحد تاني. فهجرب في الاثنين، هجرب في الاثنين والاقي نفسي انا نفسي مستهلكه ومش قادره اصلا فعلا اربيه. فلازم لا، الفروق مش اقل من 4 سنين. جميل جدا. طيب نتكلم بقى عن عدد الاسره، يعني الاسره السويه نفسيا واسره مش مضغوطه اجتماعيا. اكيد لما عدد الاسره يبقى مكون من 4 افراد او من 5 افراد بالكثير، غير لما يبقى مكون من 12 فرد، وده بنلاقيه بامثله كتيره جدا للاسف بسبب الموروثات الخاطئه، تلاقيها جايبه بالست والسبع والثمان اولاد، وهي اصلا ممكن يكون حتى مصدر رزقها بسيط خالص هي وجوزها، او حتى كمان ما في، يعني ممكن يكونوا بسبب عدد الاطفال مفيش تعليم، مفيش اهتمام صحيا، مفيش طبعا اهتمام نفسيا. فهنا برضو بنلاقي نموذج يعني مش حلو خالص في عدد الاطفال الزياده عن اللزوم. طبعا ده اللي احنا بنحتاج نعمله بقى من توعيه زي كده، من توعيه يعني تغيير في الموروثات الثقافيه. بمعنى ايه؟ بمعنى ان انا عارفه من زمان بقى واكتر في الريف والصعيد ان العيال عزوه، اجيبهم ويبقوا كتير حواليا، واحد سافر واحد يروح ويدخل عليا، او ان انا هربط مثلا جوزي من هو لما يبقى فيه اولاد كتير فمش هيسيبني يمشي. وده افكار كلها خاطئه خالص، يعني خاطئه جدا، لان وانس اما الاب او الزوج حس بمسؤوليه اكثر من كاهله او تقيله عليه هيفتح باب الشقه ويخرج، مش هو ده اللي هيقعده خالص، لان هو لو مش هيقدر يغطي تكاليف الاسره دي، خلينا نقول ان هو رب الاسره المسؤول عن المصاريف ماديا، لو هو استهلك ماديا هو مش هيقعد، ومش هيبقى، ولو قعد هيبقى الحياه نكد بقى وحياه مستحيله جدا. طب انا هستاذنك دلوقتي، هيكون معانا تقرير عن جهود الدوله في مجال تنظيم الاسره ومواجهه الدوله لمشكله الزياده السكانيه. نروح نشوف التقرير ونرجع تاني نكمل مع حضرتك. والله العظيم يعني لما يكون عندك طفل ولا طفلين احسن بكتير من 5 و6. تمام، هو بيبقى يعني في مصاحبه ما بين الاب والام لعيالهم وبيحافظوا عليهم، وبيبقى في سنه حريه ما بينهم وما بين بعض وحرية تامة، يعني بيقدروا يتحكموا في عيالهم. لكن لما يكون عندك 5 و6 غير الاهتمام خالص، أكتر من طفل وطفلة كفاية، يعني بحيث إن هم الأهل يرعوهم ويبقوا متعلمين تعليم كويس، بحيث إن هم يبقى إيه واخدين حقهم في التعليم وفي كل حاجة، لكن أكتر من واحد فما افتكرش. يعني أنا عايز بس يعقلها شوية، يعني يبص هو عنده إيه، ده مش غلط يقول لك لا بيجي برزقه، الكلام اللي بنسمعه، الكلام اللي مؤاخذة معلش بتاع ستي وجدتي وكده، يعني اللي يقول لك لا العيل بيجي برزقه، لا البنت تيجي برزقها. الأسرة المفروض أصلا ما تزيدش عن 3 أفراد، 3 أفراد كويسين جدا، بحيث إن إيه يعني حتى لما يكبروا مع بعض يعني تحس إن في إخوات بيسألوا على بعض، ده بيسأل على ده، ده بيسأل على ده. الدنيا غلا، نجيب منين؟ أو الأم تشكي صحتي تعبانة مش ملاحقة على العيال، طب ما أنت اللي جبتيه لنفسك. فهو ضرر، مش بس ضرر على الأطفال، ضرر على الأطفال وعلى الأم والأب. رجعنا لكم تاني، وخلينا بقى نقول عن سؤال مهم جدا هنسأله أستاذة هدى طبعا ونستفيد من خبرتها، وهي الاحتياجات النفسية لكل مرحلة لأولادنا. أكيد كل مرحلة إحنا بيبقى فيه أولادنا محتاجين حاجات نفسية، محتاجين رعاية بشكل خاص، محتاجين احتواء بشكل خاص من المراحل العمرية. فلو حضرتك هتقولي لنا إيه الاحتياجات النفسية المختلفة من أول سن 2 لسن 10 لسن 18
15 و16 اكيد الاحتياجات بتختلف من الاهتمام ومن طريقه كمان من الام والاب في تعامل ابنائهم. طبعا بتختلف تماما، بس خليني اقول لك ده كده دراسه علم نفس النمو، كل مرحله سنيه ليها خصائص وليها سيكولوجيه. جميل. تمام، انا هتكلم معاكي النهارده عن الاحتياجات النفسيه للبني ادمين عشان دي تنطبق على الاطفال وعلى اي حد، عشان احنا لو صنفناهم مراحل النمو كتير قوي وهتاخد مننا ممكن حلقه كامله نتطرق ليها بعد كده. اوكي، فعندنا المراحل الاحتياجات كان صنفها عالم النفس الامريكي ابراهام مازلو في هرم اسمه هرم احتياجات النفسيه. قاعده الهرم دي الحاجات الفسيولوجيه اللي هي بنقول عليها الاكل الشرب، اللي هي القدره على توفير اساسيات الحياه ان انا اعيش بس. جميل. اللي هي معظم الامهات بتركز فيها توتالي ان انا عيانين نروح الدكتور، اكل وشرب، الحاجات الاساسيه تمام. بعد كده بتيجي الحاجات الاحتياجات للامان، احتياج للامان انه يبقى يعني امن في بيته وما فيش حاجه، ما فيش تهديد، ما فيش خطر، مطمن. جميل. مطمن نفسيا ومطمن جسديا. وبعد كده الاحتياج الاجتماعي، احتياجات اجتماعيه من الحب، من الحنان، علاقات اجتماعيه من اسره، من قرايب، من صحاب. وبعد كده الاحتياج للتقدير، انه يكون متقدر، وده بنشوفه في التشجيع، السلوكيات الجيده مع التربيه بقى بيظهر ان انا اقدر سلوكيات الطفل الجيد. واخر حاجه خالص الاحتياج لتقدير الذات او تحقيق الذات، ان هو بقى يبدا يحقق ذاته، يعني يعرف اهدافه حتى من سنه صغير، ابدا اشوف انا عايز ايه. ده كله بيجي بكلامه بالتواصل، اسمعه. لسه كنت هقول لك مهم جدا نسمع اولادنا حتى لو الكلام اللي بيقولوه بسيط ويعني ممكن ما يبقاش مهم جدا، بس احنا لما هنسمعهم خليهم يعرفوا يعبروا عن رايهم ويعبروا عن فكرهم. صح. نبتدي ان احنا نفهم هم عايزين ايه ورايحين في انهي اتجاه. طيب هنتكلم بقى عن جزئيه ثانيه مهمه جدا، وهي التفرقه بين البنت والولد، او الـ ممكن نقول التربية الغلط بفكرة ايه. مش بس ان انا اميز الولد عن البنت، لا، في اسر كتير كمان بتبتدي ان هي تدلع البنت زيادة وتقسو على الولد، يعني انت ولد ما تعيطش، انت المفروض مسؤول، انت المفروض تتحمل مسؤولية اختك، لا انت ما ينفعش ان انت تزعل، ما ينفعش ان انت تعيط، انت راجل، انت، وتبتدي ان هي تدوس عليه. بنشوف برضو مثال تاني للبنت، لا انت ما ينفعش تخرجي تتأخري برا، اخوكي ماشي هو ولد لكن انت ما ينفعش. بنشوف هنا بقى بنخلق فكرة مش سوية خالص في التربية بسبب التميز بين نوع من الأولاد. تمام، بالظبط معاكي جدا. وأنا بشوف اللقطة دي، أو أنا في رأيي يعني الشخصي، إن فكرة إن أنا أتعامل مع أفراد الأسرة كبني أدمين. أنت إنسان. صحيح. جزء من أسرة، ولا بنت ولا ولد، ولا بنت ولا ولد، أنت جزء من الأسرة دي. الأسرة دي كلها إحنا في مركب واحدة دايما. صح. حتى أنا بقول كده حتى لأولادي أو الناس اللي بتكلم معهم، إحنا في مركب واحدة. فإحنا كلنا هدفنا المركب دي توصل بسلام، أو إن إحنا نحافظ على سلامة المركب دي. ده رقم واحد. رقم اتنين، فكرة إن أنا لو هتكلم على الولد اللي هو أنت لازم يعني تبقى راجل وتشيل مسؤولية، هو مش راجل مبدئيا، هو طفل. صحيح. فأنا فكرة إن أنت راجل، خلي بالك من أختك دي، بتسبب بعد كده لما بيكبروا حصل برمجه انا راجل فهتسمعي كلام، فبيبقى ليه سلطه بتتعارض لسلطه الاب، قياده زياده عن اللزوم، قياده مش في مكانها ومش في موضعها. هو طفل، هو اخوها، ممكن يكون يحميها من باب الحب، ياخد باله منها، يوصلها من باب المجدعه، من باب الشهامه، مش من باب ان هو راجل فياخد باله من اخته فبعد شويه بتتحول لسيطره. تمام. هنيجي للبنت، او نقطه تانية للولد اللي هو ما تعيطش، الراجل ما يعيطش. دي بتحصل كتير قوي. انا كده الحقيقه بتبقى يعني طريقه يعني صعبه جدا. هو طفل زي ما انت قلت يعني. ليه بقى؟ دي بتاثر على حاجه اسمها الذكاء العاطفي. هو بيكبر مع فكره ان انا ابين الايموشنز او اعبر عن مشاعري، دي تتعارض مع الرجوله، مش موجوده. فانا دلوقتي بعمل ايه؟ بكتم. فبيطلع في انفجار في حاجات بنشوفها بعد كده حتى مع في الكبار، او كزوج، كواحد في شغله، كواحد ناضج مش عارف يعبر عن مشاعره، عشان هو اتعلم من صغره ان هو مش، ما ينفعش يعيط، ما ينفعش يتاثر. ده غلط جدا. على الجانب الاخر لو اتكلمنا على البنت، لا، البنت ليها حدود، مش عشان هي بنت فترجع تبقى مقهوره. ايوه، هي ليها حدود عشان في بره عوامل مش امنه، لازم الاسره يبقى ليها حدود معينه كلنا بنتبعها بنمشي يبقى عليها. افهمها ليه؟ مش أفهمها. عشان انت بنت ما ينفعش تتاخري، عشان انت بنت ما ينفعش تخرجي مثلا لوحدك. بالزبط. يبقى ابتدي ان انا افهمها، احنا ممكن نكون هنخاف عليكي انت شويه اكتر، نديها برضو الثقه، نديها الامان، ولكن برضو في حدود ان احنا بنخاف عليكي كشخص مش كبنت. وبالفرق يعني انا بعد كده بيظهر لي مشكله كبيره اسمها الغيره. فالغيره دي بتيجي من كده، من هم مش بيحسوا بالمساواه. فانا ببدا بقى اشوف مشاكل سلوكيه كبيره جدا بين الاخوات، ما بنبقاش عارفين سببها. هم ليه بيعملوا كده؟ ليه بيقطعوا بعض كده؟ يعني انا بربيهم على الحب، اوكي، بس في سنه صغيره انا لازم ارقيها واخد بالي منها، اللي بنتكلم عليه الفرق ان انا بتعامل كبني ادمين.
طب اوقات بيحصل الام بتكون سويه لحد كبير وعندها القدره ان هي تعاملهم البنت والولد زي بعض، لكن مثلا نلاقي الاب مثلا بيميل لابنه مثلا عشان هو ولد زيه، فبنلاقي ان احنا هنا لا الدنيا بقى ما بتظبطش شويه. هنا دور الام ازاي ان هي ترجعه عن اللي هو بيعمله ده او تصحح له الفكره عشان ما يحصلش غيره بينهم؟ بصي مبدئيا خليني اقول لك على حاجه، لو في حاجه حصلت زي دي المرايه هم الاولاد. يعني احنا عندنا قاعده في علم النفس اسمها السلوك محكوم بنتائجه. اوكي، وانس ما عملتي سلوك خاطئ في التربيه هو بتلاقيه اصلا راجع عليكي باضطرابات بحاجه مش مظبوطه في رد الفعل. فاحنا السنسور بقى بتاعنا كامهات واباء ان انا اول ما ابقى انا الام بتبقى قريبه اكتر بتاخد بالها، بتبدا تتكلم مع الاب. لو الاب متفاهم وواعي هياخد باله من حته زي دي، ان هي دي مصلحه ولاده في الاول وفي الاخر، هو كده بيضرهم هو مش بينفعهم. صحيح. اوقات كمان بنلاقي كمان التفرقه مش بس بين البنت والولد، لا اصل دي اختك الكبيره، اصل ده اخوك الكبير، والكبيره دي بقى بتنزل تحتها بنوت كتيره قوي، زي انت مسؤول عنهم، زي لو انا مش موجود هما انت اللي تقول لهم يعملوا ايه وما يعملوش ايه، زي هو لازم هو غلط مثلا معلش هو اخوك الكبير لازم تستحملي. فمش بس التمايز هنا بيجي بين ان هو ولد او بنت، لا كمان الكبير في الأسرة والصغير. بالظبط. يا خليني اديكي مثال، لو انا هتكلم على الطفل الوسطاني، لما انا بيخلي باله من اخوه الصغير او اختك خدت لعبه لا سيبها لها، طب انا هتنازل عن لعبتي ليه؟ طب ما انا عندي انا صغير بالنسبه للكبيره برضه، فانا ترتيبي ممكن ابقى الصغير. فهي فكره صغير وكبير مش بان انا اتنازل عن حقوقي كطفل. حقوقي كطفل باخدها. عشان كده دايما بقول المساواه او العدل بين الاولاد مش بان انا اديهم كلهم حاجه واحده، بدي احتياجات كل واحد فيهم اللي هو محتاجه. المراهق مش محتاج زي الطفل اللي في الطفوله المبكره، مش هو اللي محتاجه، البيبي اللي لسه عايز يثبت ذاته اللي هو بيزحف او لسه بيتعلم ياكل وبيكتشف العالم. كل واحد فيهم ليه احتياجه، فلما ادي كل احتياج هي دي المساواه والعدل مع الاولاد، مش اللي هو سياسه القطيع بسميها. كنت كاتباها حتى في مقاله اللي هو كله زي بعضه انت واخواتك. ايوه، بس مش كله زي بعضه باحتياجات كل فرد. كل واحد انت محتاج، حتى في الهدايا انت عندك كذا بس اختك محتاجه كذا وانت محتاجه كده دلوقتي. فمورنهم على ان هم يتعلموا، مش الطمع، مش انا عايزه ابص للي مع ايدي غيري وخلاص، انا محتاج ايه دلوقتي، احتياجاتي. صحيح. وبرضو افهمهم وانت قدها انا كنت بعمل لك كذا وكنت بجيب لك كذا، بس هي عشان هي دلوقتي هي اللي محتاجه ده. يعني برضو ان انا اوعي وافهم. تواصل سر كل حاجه. يعني بيحل شفرات وبيفك شفرات حاجات كتير بنقع فيها مشاكل. طب خلينا نقول بقى سؤال مهم جدا، اهم القيم والمبادئ اللي انا لازم اربي ابني عليها ايه؟ القيم والمبادئ اللي انا من خلالها اقدر ان انا انشا تربيه سويه لاطفالي ويطلعوا بعد كده اصحاء للمجتمع. طيب خليني ألخص لك أهم ثلاث قيم. أهم ثلاث قيم بجد في الدنيا. الحب. فأنا بحبه، بتواصل معه، بديله وقت ذو جودة، وده اللي بيتعارض مع فكرة إن لو عندي عدد كبير أو أنا قربت قوي من بعضهم فمبقاش عندي وقت ليهم وبقيت مستهلكة. فالحب وطريقة الحب بكل واحد فيهم بخاطبه بطريقة الحب بتاعته. وده في كتاب اسمه لغات الحب حتى بيغطي النقطة دي، عملوه للأطفال وللكبار. فأخاطبه في اللي بيحب الهدايا، في اللي بيحب الوقت اللي أقعده مع ماما. الحب بقى بأنواعه. تاني قيمة التعاطف، ان هو يحط نفسه مكان الاخر، وده بقى بيجي تحتيه حاجات كتير زي تقبل الاختلاف، ان احنا مش زي بعض. فانا بتعاطف، يعني انت بتفكر في ايه دلوقتي، انا حطيت نفسي مكانك فقدرت افهم من وجهة نظرك، فبالتالي مش هتعصب عليك دايما، هبقى مقدر شوية. فدي بغرزها حسب بقى المرحلة السنية طبعا بتدخل يعني بشكل مختلف. افهمها له ازاي حسب مرحلته السنية. والحاجة الثالثة قلنا الحب والتعاطف والانتماء. قيمة الانتماء دي قيمة رهيبة، ان انا بنتمي الأسرة، بعد كده بنتمي البلد، بنتمي العالم. فانا ما ينفعش ارمي الورقة دي على الارض خلاص، انا في البيت ما برميش ورقة على الارض بس رميتها في الشارع عشان ده بره البيت، لا انت منتمي للأسرة دي اهو. فده بيخلي جميل الفكرة رقم ثلاثة دي. بالظبط، فكرة الانتماء بره بحافظ على الشارع، بعدين بحافظ على المدينة، وبحافظ على البلد، بحافظ على المدرسة. فأنا منتمي. فلما أنت لما بتروحي مكان بتبقي هبقى مسؤولة، مسؤولة حبة المكان، غير لما أنت بس مجرد بتروحي وأنت حاسة المكان ده يعني مش بتاعك. فأنت لما بتنتمي للمكان بتقدري تديله من قلبك قوي، فبتحسي ان انت مسؤوله زي ما حضرتك قلتي وتفضلتي، فعلا بيبقى في مسؤوليه، بتكبر عنده المسؤوليه حبه حبه، فيبقى هو بني ادم مسؤول بقى، بتبقى صحيح. بتدخل تحتيها بقى بند المسؤوليه، تحمل حقيقه المسؤولية. فكره ان احنا نربي اولادنا على الحب زي ما انت قلتي، وعلى ان احنا نفهمهم ونقرب منهم، ده يمكن اهم شيء ممكن نديه لهم، واهم حاجه بعد كده نخليهم يعني اشخاص واثقين من نفسهم، عارفين قيمه كل حاجه زي ما انت قلتي الانتماء، فهو هينتمي لكل حاجه، هيقدر قيمه كل حاجه في حياته، هيخاف عليها، ومن هنا هيطلع طفل سوي وهيفيد طبعا مجتمعه وبلده. انا بشكر حضرتك جدا استاذه هدى. شكرا ليكي، نورتينا.